بقول لك ايه يا حسين، سلفني 2000. من عينيا الاتنين. خلينا نكتب ورقة بالدين يا راجل، انت بتقول ايه؟ هي 10 يومين؟ وانت ايه رأيك يا حسنين؟ الحل في آية الدين. آية الدين أطول آية في القرآن، وفي ذلك إشارة بالغة لكل إنسان، إشارة لكل إنسان ضل عن الطريق وظن أن الإسلام فقط في المسجد، وأن الإسلام مجموعة من الطقوس ولا عبادات ولا يهتم بالمعاملات. عملوا بقول في الإنجيل منسوب لسيدنا عيسى: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فجاء الرد عليهم في تلك الآية المباركة: الإسلام كما يهتم بالعبادات يهتم أيضا بالمعاملات، والإسلام دين ودنيا، وعصب الاقتصاد في كل مكان هو المال، فوجب الحفاظ عليه بآية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بدأت الآية بنداء لأهل الإيمان، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. فهو نداء لكل مؤمن، ووجب علينا السمع والطاعة. يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، إذا تعاملتم بالدين إلى وقت معلوم فاكتبوه، حفظا للمال ودفعا للنزاع. صحيح أن العرف السائد في المجتمع أن الثقة إذا توفرت لا يكتب الدين، وصحيح أيضا أن الإنسان ما بيتعلمش بالساهل. وحنروح بعيد ليه؟ في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، استقرض رجل من عثمان بن عفان 7000 درهم إلى أجل معلوم، فأقرضه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه 7000 درهم إلى أجل معلوم، ولما حل الأجل جاء الرجل إلى عثمان بن عفان 4000 درهم، فقال عثمان بن عفان: هم 7000 درهم. فقال الرجل: بل 4000. فاختصم إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. وأمام عمر بن الخطاب قال الرجل لعثمان بن عفان: أتحلف أنها 7000؟ فقال عمر بن الخطاب: أنصفك. ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أبى أن يحلف على دراهم ترفعا، فقال له عمر: خذ ما أعطاك. وبذلك وجب علينا جميعا أن ننقاد لأمر الله عز وجل إذا أقرضنا أو اقترضنا. ولكن هل هذا الأمر الإلهي أمر للوجوب أم أمر للندب والاستحباب؟ قال جمهور العلماء أن الأمر للندب والاستحباب، ويفسر ذلك الآية اللاحقة. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال بعض العلماء: بل إنه أمر للوجوب، لأن الأصل في الأمر في القرآن الكريم للوجوب، وهذا الأمر الإلهي يرفع الكثير من الحرج بين الدائن والمدين، لأنه أمر منزل من عند الله. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. وليكن بالكتابة بينكم من غير ميل إلى أحد الجانبين كاتب بالعدل. فهذا الرجل يجب أن يكون على مسافة واحدة بين الدائن والمدين، ويكون بمثابة القاضي في العقد، ويجب أن يكون الكاتب أمين وعنده علم ومعرفة بكتابة العقود، ويجب أن يكون عارفا بالشريعة وبالحلال والحرام في كتابة العقود. ولا يمتنع من علمه الله الكتابة أن يكتب بالعدل كما علمه الله، فذاك العلم هو نعمة من عند الله، فوجب على الكاتب أن يشكر المنعم وأن يشكر النعمة، وكما أحسن الله إليه فليحسن إلى عباده بالكتابة.
ولكن هل هذا الأمر للكاتب على الوجوب أم على الندب؟ يكون على الوجوب إن لم يكن هناك غيره قادر على الكتابة بالعدل، ويكون على الندب إن توفر غيره. ولكن من الذي يملي الكاتب؟ الدائن أم المدين؟